Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Maiko Mariam Harun e oggi parliamo di una cosa molto molto importante nell'apprendimento di una lingua straniera, e nel nostro caso l'apprendimento della lingua italiana. يبقى النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا للناس اللي بتتعلم لغة جديدة وبالأخص في حالتنا الإيطالي. الفيديو ده نبدأ هو موجه لمين؟ الفيديو ده موجه لتري كاتيجوري ديفيرسي دي بيرسوني. يبقى الفيديو ده موجه لتلات أنواع مختلفة من الناس. La prima categoria è quelli coloro che vanno direttamente a studiare solamente la grammatica, oppure studiano anche da libri di testo scolastici o anche memorizzano soltanto parole, frasi, espressioni, non dando tanta importanza all'ascolto della lingua vera, all'ascolto dell'italiano. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم عن الناس اللي بتدي اهتمامها كله لان هم يحفظوا كلمات, ان هم يذاكروا الجراماتيكا, بس مش مديين اهتمام ان هم يسمعوا اللغة دي ازاي, النطق, طريقة النطق الصح, الصوت الصحيح لكل الحروف, الكلام ده كله. La seconda categoria è quelli che studiano l'italiano da poco tempo, ma quando parlano si bloccano. يبقى الناس اللي بتذاكر الايطالي, اللي بتعلم الايطالي بقالها فترة مش كبيرة, بس لما بيجوا يتكلموا بيحسوا ان هم مش قادرين يكونوا جملة صح, بيحسوا ان هم si bloccano, بيحسوا ان هم بيوقفوا, ما بيعرفوش يكملوا الجملة. La terza categoria è per quelli che studiano l'italiano da mesi o magari anche da anni, ma ancora quando vanno a parlare l'italiano si bloccano. E cosa fanno? Evitano proprio di parlare per non rischiare di fare brutte figure come pensano loro, o anche per non fare errori grammaticali. يبقى دلوقتي تالت كاتيجوريا دي للناس اللي بتتعلم الإيطالي بقالها شهور, بقالها مدة طويلة, وكمان بقالهم يمكن سنين, بس لما بيجوا يتكلموا بيحسوا ان هم بيقفوا, بيحسوا ان هم مش عارفين يتكلموا, فبيعملوا ايه؟ بيخافوا ان هم يتكلموا اصلا, علشان بالنسبة لهم زي ما بيفكروا ان هم ما يعملوش, ما يبقاش شكلهم وحش, بيخافوا ان هم يقولوا جملة ما تبقاش صح, فبيمتنعوا ان هم يتكلموا الايطالي اصلا. لو انت حد من التري كاتيجوري دول, لو انت شخص بتتعلم الايطالي وحسيت ان انت واحد من الثلاث اشخاص دول, يبقى ده الفيديو الصح ليك. Allora, iniziamo subito a definire e a introdurre due concetti molto molto importanti: la competenza passiva e la competenza attiva. La competenza passiva, ovvero leggere e ascoltare, la competenza attiva, quella di parlare e scrivere. يبقى دلوقتي هنتكلم عن الكومبتنسة الباسيفة اللي تتعلق بالقراية وبالاستماع, والكومبتنسة الاكتيفة لما احنا بنبدأ ان احنا نرياكت, ان احنا بنبدأ اننا نتكلم ونكتب. Iniziamo subito a dire che la competenza passiva si sviluppa prima della competenza attiva. يبقى دلوقتي مخنا بيبدأ اول حاجة يتعلم, هو بناخد معلومات اكتر, بنخزن معلومات في عقلنا, بنخزن كلمات, بنخزن فيربات, بنخزن expressions, كل الحاجات دي بنخزنها في مخنا وبعد كده نبدأ ان احنا نطلعها. Quindi lo sviluppo della competenza passiva, ان احنا نبدأ ان احنا كل اللي اتعلمناه نعرف ان احنا نستخدمه صح في الوقت المناسب. تمام, عرفنا وخزننا معلومات وبقى عندنا خلفية كافية عن الإيطالي وعن الفيربات وعن كونستروكسيون ديلا فرازي وعن كل الحاجات الجميلة دي, وبرضه مش قادرين ان احنا نتكلم. هنا بيبقى فيه بيريودو بنسميه البيريودو دي سيلانسيو. بمعنى ايه؟ وقت للصمت, بمعنى ان مخك استوعب كلمات جديدة وفيربات جديدة وكل ده لسه لينجوا جديدة عليه, لسه لينجوا ما يعرفش عنها حاجة قبل كده, بيجي بعد كده un periodo di silenzio. البريودو دي سيلنسيو ده بيختلف من شخص لشخص تاني. يبقى اول حاجة المفروض ان احنا ما نقعش في الغلط ده ابدا, هو اننا نقارن نفسنا باشخاص تانية.
Quindi un errore molto molto grave è quello di paragonare noi stessi, il progresso di noi stessi, con altre persone. Dobbiamo capire che lo stile di vita cambia da una persona ad un'altra. بمعنى ايه ان احنا ما ينفعش نقارن نفسنا، ما ينفعش نقارن حد بيشتغل 7-8 ساعات بواحد تاني مكرس كل وقته ان هو يذاكر اللينجوا ايطاليانا، او ما ينفعش ان احنا نقارن الابرندمنتو بتاع اللينجوا بتاعنا، ان احنا نقارن الفهم بتاعنا وطريقه استيعابنا للغه بحد تاني مثلا ما وراهوش اي حاجه خالص غير انه يذاكر اللينجوا دي. يبقى دلوقتي anche se due persone hanno lo stesso stile di vita, ممكن برضو ان بيختلف من عقل للتاني. حد ممكن يستوعب الاول ان هو يتكلم وبيبقى ممكن بيواجه شوية صعوبة في الكتابة، ممكن حد تاني بيبقى بالنسبة له اسهل ان هو يكتب بس بيواجه صعوبة في الكلام. ده كله بيختلف من persona ad un'altra. وانا معاكم النهاردة عشان اقول لكم soluzioni concrete, ve la consiglio caldamente, veramente, e che vi aiuteranno molto nel vostro progresso. Iniziamo subito con questi consigli. وهتشوفوا انكم لو طبقتوها بالطريقة الصح هتفرق معاكم جدا durante il vostro progresso. أول حاجة dovete sentirvi a vostro agio a parlare nella lingua che state imparando con voi stessi. بمعنى ايه؟ انكم لازم تحسوا براحة انكم تبقوا كومودي مع نفسكم وانتوا بتتكلموا اللغة اللي انتوا بتتعلموها مع نفسكم قبل ما تتكلموا بيها مع حد. Seconda cosa, dovreste sentirvi a vostro agio a sentire la vostra voce parlare nella lingua che state imparando. يبقى دلوقتي لازم تحسوا براحة انكم تسمعوا صوتكم وهو بيتكلم بلغة تانية che non è la vostra lingua madre, مش اللغة الأم بتاعتكم. لأن دايما بيحصل الشوك ده مع حد زي مثلا احنا اكتر عندنا المصريين بنحسه قوي في الانجليش او بنحسه قوي حتى في اي لغة تانية, ان احنا لما بنيجي نتكلم مش قابلين ان كل لغة ليها القواعد بتاعتها. دايما بنحس ان احنا بنتكلم اللغة بالاتشنتو ايجيبتيانو, بالاتشنتو بتاع بلدنا احنا, وده حاجة مش صح. لان احنا لازم نستوعب الاول الصونو بتاع كل كلمة والصونو بتاع كل حرف ازاي علشان نتكلم بطريقة صح ونبقى بيننا وبين نفسنا الموضوع بالنسبة لنا سهل, الموضوع بالنسبة لنا عادي ان احنا بنتكلم بلغة تانية كينوني لا نوسترا لينجوا مادري. تالت حاجة عايزة اتكلم فيها ان الناس ساعات بتغلط ان هي va subito a cercare un tutor oppure un professore che li aiuta nell'apprendimento della lingua. Da حاجة كويسة جدا ان احنا ندور على مدرس او على حد يبقى معانا ان احنا يذاكر لنا اللغة. وطبعا انا ما بقولش ان هو مش صح, اكيد طبعا صح, بس مع الناس اللي بتحس ان هي سي بلوكا, مع الناس اللي هي ما بتحسش ان هي مولتو كومودا لو بتتكلم قدام حد, ده بيكون دايما في الاول واحنا لسه بنتعلم لينجوا جديدة. فحاسين ان احنا مش قادرين او ما عندناش الباك جراوند الكافي لللينجوا دي, فهنحس ان احنا مكسوفين, هنحس ان احنا مش على راحتنا واحنا بنتكلم مع حد تاني. فما بيساعدش قوي انك تروح على طول لتوتر او بروفيسوري بير فارتي امبارر لللينجوا. يبقى ده اكيد نعمله بس بعدين, بعد ما الاول نتكلم بيننا وبين نفسنا. Il quarto punto è quello di fare tanti monologhi. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نجيب ديالوجو موجودين كتير جدا على النت, ولو حد محتاج حاجة ممكن يكتب لي في الكومنتات واديكو في كونسيليو دي بوني براني ديالوجي. انكم تعملوا ديالوجو بينكم وبين نفسكم, بمعنى ان يبقى مثلا شخصين بيتكلموا وانت تقلد كل شخص بيتكلم ازاي. يعني مثلا لو شخصين في الديالوج ده بيتكلم, انت هتعمل الشخصين وبتمثل وانت بتتكلم. ده حاجة مفيدة جدا 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 وبتخلي الشخص بيتكلم بكل راحة, وهتلاقي ان انت بتتفهم اللغة دي وبتتعمق فيها جدا بالطريقة دي.
Il quinto punto è quello di ascoltare dei libri, بمعنى ايه؟ حاجة بنسميها audio video. الاudio video ده عبارة عن libri, بيبقى التست قدامك وبتسمع في نفس الوقت الكلام. يبقى انت دلوقتي بتسمع وبتقرا التست قدامك بتقراه. دي حاجة بتساعد جدا 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 ان انت حتى لو ما درستش الايطالي, لو ما درستش القواعد بتاعته زي ما قلت لكم, هتفهم لما تعدي عليك كلمة واثنين وتلاتة بنفس الطريقة وبتتنطق بنفس الطريقة, هتفهم على طول ان السونو ده بالطريقة دي بيتنطق, ان الكلمة دي بتتنطق بالحرف ده. هتلاقي ان الموضوع سهل جدا قدامك لما انت تتكلم, لما انت تسمع وبتقرا في نفس الوقت. وممكن برضو تعمل شادوينج. شادوينج بمعنى ايه؟ الشادوينج ده بالايطالي فايدا امبرا, بمعنى ان انت ممكن وانت بتسمع الكتاب ده بتقرا مع اللي بيتكلم. بمعنى ان انا دلوقتي قدامي الكتاب وقدامي التستو وسمع الشخص اللي بيتكلم ده هقرا معاه. دي حاجه بنسميها شادوينج او فاردا امبرا. دي حاجة اللي هو يعني صوتك يبقى فوق صوت اللي بيتكلم, هتساعدك جدا جدا جدا. بسنتيريتي اغوستر عجة, هتحسوا انكم مرتاحين جدا وانتوا بتتكلموا, وهتتعودوا وهتتدربوا اكتر. اخر حاجة هو انكم تبدأوا تسبريمنتار في نل utilizzando delle frasi che avete già acquisito. بمعنى ان انا دلوقتي عرفت معاني كلمات مختلفة, عرفت جمل مختلفة, اخد معاني الكلمات المختلفة دي واعمل بيها جمل جديدة. حتى لو انا النهاردة بذكر عشر كلمات, لو بنتكلم ان احنا الاول دلوقتي لسه nell'apprendimento della lingua بنذاكر لسه الكلمات, يبقى انا دلوقتي معي 10 كلمات هعمل منهم النهاردة جملة, بكرة هعمل منهم جملة كمان, بعده هعمل منهم جملة كمان. ولما اجي اعمل جملة اكتر وهحس ان انا بدأت ان انا اتعلم حاجات جديدة, مش بس مجرد ان انا اتعلمت كلمتين تلاتة جديدة. اخر حاجة هقولها لكم انكم بعد ما تحسوا بكل ده تبدأوا تتكلموا مع شخص تاني, magari con un tutor oppure con una madrelingua, possibilmente طبعا لو قدرتوا انكم تتكلموا مع حد madrelingua ده هيساعدكم جدا. او في برضو applications, الفيديو ده اكيد مش مأجور, بس في applications لو محتاجينها ممكن تكتبوا لي في الكومنتس برضو وهحطها لكم في الديسكريبشنز دلوقتي. يبقى تتكلموا عن طريق الابليكيشنز دي وتتكلموا مع مادري لينجوا لو حد عارفينه او كده, تتكلموا دايما علشان تبدأوا ان الكلام اللي انتوا فاهمينه والكلام اللي انتوا مستوعبينه ده ما يبقاش ليكم انتوا بس برضو يبقى انكم كمان بتطلعوا, وده اللي بنسميه لو سفيلوبو ديلا كومبيتنسا اتيفا. يبقى انا دلوقتي خدت كل المعلومات اللي هي الكومبيتنسا باسيفا, خدت كل اللي انا المفروض افهمه, القواعد اللي المفروض افهمها عن اللينجوا دي, وبعد كده هبدأ ان انا اطلعها مع اشخاص تانية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم, ولو عندكم اي سؤال ممكن تكتبولي, وان شاء الله يبقى حاجة مفيدة ليكم. وشي فيديو على البروستيمات.